الحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة إلا ما ألهمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها الإخوة أن تعليم العلم هو الخير كله، وذلك بالذهاب إلى العلماء والبحث عن دقائقهم، وهو سبب الخشية والقرب منه جل وعلا، وتمام الثقة به، وفيه الهداية والإلهام إلى الرشد وتنوير القلب، ويدعو إلى الورع، ويبعد عن الفتن والكبرياء والخيلاء والإعجاب. وطالبه يسلك طريق الجنة، وكذا من ساعده وأمده وأعانه. واجتماع قوم لدراسة القرآن سبب رحمة الله عز وجل وفيضه ومغفرته. هذا إلى أن كل شيء يطلب المغفرة للعالم العامل بعلمه، والعلم عنوان العز ومعين البر ونور الحق والصاحب الصديق الموصل إلى جبال الأنبياء والشهداء. أيها المستمعون الكرام، إنكم إذا اشتغلتم بما تعين به أهل العلم والعبادة، أو بما تدخل به سرورا في قلوب المؤمنين كخدمة أهل الدين والعلماء والمتعلمين ومساعدتهم والتردد في أشغالهم والسعي في إطعامهم، وكل هذا من أفضل من النوافل وأعظم عند الله أجرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا يريد العلم يتعلمه لله فتح الله له بابا إلى الجنة، وفرشت له الملائكة أكنافها، وصلت عليه ملائكة السماوات وحيتان البحر، للعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر كوكب في السماء. والعلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: الدنيا ملعون، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تلاه بالنا وأنصت إليه السامعون كلام رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمنا برحمته من الشيطان الرجيم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.